بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ الجزء الثاني من تطبيق النموذج الخامس مع باشمهندسة دنيا عمرو. اتفضل يا باشمهندسة بعد إذنك. تمام، زي ما قلنا احنا هنا الجزء ده في الجبس اللي عنده بيت نور. سوري، هستأذنك ممكن نطرح الخطوة رقم 4 تاني عشان الزوم فصل في الآخر كده، يعني نطرح اللي هو خطوة رقم 4 من الأول ونكمل على خطوة رقم 4. ايوه تمام يا جماعه. فهو هنا الجزء اللي فيه بيت النور، فعشان كده هنحتاج نعمل مرايه داخليه ومرايه خارجيه. فهنجيب بولي لاين، نرسم المرايه الخارجيه، هتكون ارتفاعها 9 سنتي اللي هي 90، وبعدين هندخل السمك بتاع الجبس وهننزل لحد السمك برضو، وبعدين هنمشي هنطلع بقى في المرايه الداخليه لحد الخرسانه، وندخل برضو السمك اللي هو 2 سنتي، وننزل لحد برضو السمك، وهنمشي لحد أول الجزء اللي هنا اللي قبل الجزء الخشب ب2 سنتي، هنعمل برضو المراية دي، وننزل بقى لحد تحت اللي هو سقوط الجبس، وهنقفل مع المراية الخارجية. تمام، هعمل لكم ري هاتش. لو تمام الخطوة دي يا جماعة اكتبوا بقى في الشات رقم 5. تمام، أنا بقى في الجزء بتاع الخشب هنا أنا كنت مجهزة يعني الرسمة بتاعت الخشب بره، فحطيتها في البلان علشان هتساعدني وأنا برسم القطعات بتاعت الخشب. زي ما قلنا احنا عندنا سقوط الخشب مختلف عن سقوط الجبسون بورد، زي ما شايفين في الصورة في 2 ليفلز، هو باين ان الخشب الجبسون بورد نازل عن الخشب، فعشان كده هيكون في سقوط مختلف للخشب. طيب سقوط الخشب هيكون كام؟ احنا الخشب عندنا بيتثبت في الخرسانة بعلفات، علفة بتكون 3 في 3 بتتركب في الخرسانة، وبعدين بيجي تحتيها علفة تانية بتكون بالعرض علشان تمسك العلفات كلها ببعض. فهيبقى عندي 3 سنتي بتاع العلفة الرأسية و3 سنتي بتاع العلفة الأفقية، فكده 6 سنتي، وعندي سمك الخشب ال HDF اللي مستخدماه كان 2 سنتي، فيبقى كده سقوط الجزء الخشب هيبقى كله كام؟ تمام، الخشب بيتثبت في الجزء بتاع الخرسانة بتاع السقف بعلفات، بتكون علفة رأسية وعلفة أفقية. مقاس العلفة دي بيكون 3 في 3، بتترسم، بتبقى هي اللي موجودة في الجزء الخرسانة اللي من فوق بتتثبت فيه، وبعدين بتيجي علفة تانية تمسكهم كل العلفات اللي متثبتة في الخرسانة ببعض، وبعدين بيتثبت عليهم الخشب ال HDF اللي أنا مركباه. فكده سقوط الجزء الخشب هيكون 8 سنتي، 6 سنتي للعلفات و2 سنتي للسمك الخشب. 80، انا اغير لكم اللون بتاعه، اخليه لكم دي ازرق. تمام، وهنطلع برضو اوفست ال2 سنتي السمك بتاعه. نرسم بقى العلفة، هتكون 3 سنتي في 3 سنتي اللي هي 30 ملي في 30 ملي. وهحط بقى أول علفة عندي خالص، هحطها في أول جزء بعد الجبسون بورد هنا أهو. هكرر بقى العلفة دي كل قد إيه؟ كل 60 سنتي. فهاجي أخد العلفة كده وأعمل لها كوبي من السنتر بتاعها، وأمشيها 600 اللي هي 60 سنتي، 600 ملي، وهكذا تاني. جت عندي هنا طلعت بره بره الحيطة، مش مهم، هرجعها أخليها تلزق في المحارب عشان يبقى عندي علفة في الأول وعلفة في الآخر ثبت عليهم الخشب. وبعدين هاجي أرسم أعمل لكم هاتش للعلفات. تمام كده، وبعدين هنيجي بقى نرسم العلفة التانية اللي بتبقى أفقية، هي برضو بتكون سمكها 3 سنتي.
هنعمل لها برضو هاتش. اي لو تمام لحد كده هنكتب رقم 6. باشمهندسة انا عايز اضيف حاجه بس بسيطه على الخطوه اللي عملتها الباشمهندسة دنيا. هو احنا ممكن يعني الخطوه اللي عملتها الباشمهندسة دنيا صح، بس احنا الافضل نرسم المناسيب الاول. يعني انا هقول مثلا الفرق المنسوب من الخشب للجبسون بورد فرق 5 سم. يعني ايه؟ الباشمهندسة عملت الطقوس الجبسون بورد 20 سم تمام، وبعد كده نقول الطقوس الخشب الفينش 15، يبقى الفرق ما بين الخشب وما بين الجبسون بورد الفينش 5 سم. ونبدا بعد كده نعمل التقسيمة العلفات على حسب المسافة ما بين التجديد الخشب والسقف مش العكس. هي عاملاها صح لأن هي عاملة في التصميم بتاعها في فرق مستوى تقريبا بتاع 15 سم أو 10 سم، بس أنا كديزاينر أنا بالنسبة لي أنا في التصميمات عامة بفضل إن الليفل ما يبقاش كتير، يبقى الفرق الليفل ما بين خامة وخامة 5 سم بالكتير. تمام؟ طيب اتفضلي يا باشمهندس. بعد وانا بقى حطيت الجزء الخشب اللي انا رسمه عشان كان هيساعدني في القطاعه هنا لما اجي ارسم شكل الخشب. هخليه بلون تاني، خليها باللون الازرق الغامق مفيش مشكله، اللون الازرق غامق بعيد عن اللون الاحمر مفيش مشكله عشان يبقى اللون واضح. تمام، فهرسم بقى الجزء اللي انا قطع فيه في الخشب هنا واكرره برضو لحد لما اوصل للاخر كده. انا هنا مش بعمل اي حاجه غير ان انا بحط الجزء الشكل الخشب وهو مقطوع بس، وهعمل له هاتش. هدي برده باللون الازرق بس كده يا باشمهندس، وكده نكون خلصنا القطاع ده اللي هو الجزء فيه جبسون بورد والجزء الناحيه الثانيه خشب. لو تمام كده الجزء ده اكتبه رقم 7. اعمل بس مرتين بعد اذنكم، تحط الخرسانه بنعملها من المحاره للمحاره، هي بس بتعمل لكم اكس لاين عشان خطوات العمل تبقى سايكامل عشان ما تتلخبطوش في الخطوط. هنخلي خط العمل بتاع الخرسانه من المحاره للمحاره او اللياكه للياكه بالنسبه للناس اللي بره مصر، من اللياكه للياكه، والخط ده بيبقى دوت بنعمله دوت في اللير الدوت، وبعد كده ابدا اعمل الخطوات زي ما باشمهندسة دنيا صح. تمام؟ طيب هتوريكم الشكل النهائي بتاع البلان بعد اذنكم، بس دي واحده. ممكن نوريهم الشكل النهائي البلان اللي انت عاملاه في الجنب بعد اذنك؟ ده شكل البلان بالقطاعات اللي فيه من غير ما اوزع الإضاءة عليه، وده شكله لما وزعنا الإضاءة للسبوت لايتس الموجودة في الجزء بتاع السدير والسبوت لايتس الموجودة في الجزء الخشب، وفي كان في وحدتين إضاءة عند الدريسنج تيبل حطيناهم برضو، وهكذا اللي كانوا جنب الكومود. بس ده هيكون الشكل النهائي للبلان. طيب طبعا في قطاع ثالث، يعني في قطاع ثالث هيترسم بعد اذنك. ممكن البلان تاني بعد اذنك يا باشمهندسة؟ اوكي. باشمهندسة دنيا عملت القطاع بعد اذنك، لا تغير البلان بعد اذنك، تغير البلان عشان اشرح. تمام. باشمهندسة دنيا عملت القطاع في الجزء ده. تمام. والقطاع برضه في الجزء ده. في قطاع تاني هيتعمل برضه هنا، لان لازم يكون التفاصيل بتاعت السقف، القطاعات بتاعت البلان اللي في التصميم هنا عندي ثلاث قطاعات. تمام. دي بالنسبه للبلان الموجود في التصميم. تمام. اي حد بس عنده استفسار بالنسبه للنموذج ده بعد اذنكم؟ كده تمام يا باشمهندسه. ممكن تشرح المناسيب بعد اذنك؟ المناسيب بتاعتك. تمام. محمد، هل كلمه علفه ليها مسمى اخر ممكن يكون متعارف عليه في الدول العربيه؟ هي ما هي متتعارف، هي احنا بنقول عليها علفه، يعني ما عنديش خلفيه والله الدول العربيه، بس ممكن هي نفس الشيء. توضيح لفكرتها، يعني توضيح للفكره بتاعتها. باشمهندسه دنيا، افتح الموقع واكتب كلمه علف الخشب. خلينا نوريهم الصوره شكل العلفه كام. خلينا نوريها الصوره شكل العلفه كام. تمام. بس مهندس حسن الشاعر بيقول ان اسمها تيوبات. اسمها تيوبات. هي يا جماعه هي دي العلفات الخشب. احنا بنستفيد كلنا من بعض والله يا جماعه، يعني كويس جدا روح المشاركه الموجوده على شات الزوم. هي هنا مرسومه بس ده بلان ارضيه. اعملي سكرول زوم على الصوره ده عشان يبقوا شايفين الشكل القطاع. العلفات اللي حضراتكم شايفينها على الصوره هنا هي نفس الفكره، بنعملها في الارضيات، بنعملها في الحوائط، بنعملها في السقف. تمام. بنعملها في الحوائط، بنعملها في الارضيات، بنعملها في، يعني دي العلفات اللي بتبقى الأفقية والرأسية. تمام يا باشمهندسة، الفكرة وضحت فعلا.
اوكي طيب، ممكن تشرحي المناسيب بيحتوها ازاي بعد اذنك؟ تمام. احنا المناسيب هنا هتلاقوا عندكم الايكون بتاعتها باشمهندس محمد، بيبقى يعني بتبقى مبعوثه مع ملف العمل. احنا المناسيب هنحسبها من التشطيب. ثانيه واحده، ممكن توضحي ان الغرفه دي ارتفاعها كام من الارض، من التقطير الارضيه للسقف، عشان يعرفوا يطلعوا الرقم ده ازاي؟ يعني وضحوا ده في الاول، ارتفاع السقف كام في الغرفه دي؟ نفترض ان الغرفه دي ارتفاعها 3 متر، عشان يبقوا عارفين بيعملوا مناسيب ازاي على حسب الارتفاع. هي الاوضه ارتفاعها 3 متر من التشطيب، فاحنا المنسوب هنحسبه من التشطيب يعني. فانا الجبسون بورد كان نازل عندي 20 سنتي، فهقسمه من الثلاثة متر ده، فهيبقى عندي كده المنسوب 2 متر 80. والخشب كان نازل 8 سنتي، فهطرحه برضو من الثلاثة متر، فهيبقى كده عندي الخشب 2 متر 92. طيب اوكي. شكرا باشمهندسة دنيا. اي حد عنده استفسار لباشمهندسة دنيا قبل ما نبدا في النموذج اللي بعد اذنكم، وبعد كده هنرد على الاسئله في الزوم الثالث ان شاء الله. طيب، عنده استفسار يكتب رقم زيرو، اللي عنده استفسار يكتب رقم زيرو. باشمهندسة اندي حسن، عشان الوقت ممكن لو سمحت، بس ممكن لو سمحت يا باشمهندس تقول لي بس سمك الخشب كام؟ السمك الخشب ال HDF بسنت ونص. السمك الخشب ال HDF بسنت ونص. الافضل لو سمحتين، عشان بس الدنيا تبقى سهله بالنسبه لحضراتكم، احنا بنجيب المقاسات دي من كتالوجات التركات، لان الخامات اللي في السوق كثيره جدا، صعب جدا ان احنا ناخد كل المقاسات. فكل عندكم مكتبه الشركات اللي موجوده في السوق، يعني مثلا اللي في الاردن يبقى عند الشركات اللي في الاردن، اللي في مصر يبقى عند الشركات اللي في مصر. مش بنجيب اي دايمنشن من جوجل وخلاص، لا، لازم الحاجات اللي هستخدمها في الديزاين في الموقع يكون مرتبط بالبراندات اللي انا بشتري منها، عشان اقدر انفذ التنفيذ دوت على ارض الواقع من الشركات اللي بتعامل معاها. تمام؟ فدايما مقاساتنا كلها بنجيبها من الكتالوجات، هي مقاسها 5 ونص اللي هي الام دي اف، اللي هو الشرايح الخشب الام دي اف. تمام؟ طيب، باشمهندسة دنيا بعد اذنك تفتحي الشير، عشان لو عندهم اي اسئله في الجزء ده. باشمهندسة يسرى محمد، معلش بس عندي سؤال اخير، بس سؤال اخير بقى في الخشب، نص الخشب انا ما فهمتش الا اخر حته بتعملها. معلش توضيح السؤال، عشان السؤال مش واضح، ممكن توضح السؤال تاني؟ انا ما فهمتش اللي في النص. ايوه، الهاتش ده الايه؟ ما فهمتش ده الايه ده. علفه اللي بثبت عليها الشرايح الخشب ال اتش دي، العلفات اللي احنا بنثبت عليها الشرايح الخشب ال اتش دي. طيب والازرق، الهاتش الازرق؟ الهاتش الازرق دي السمك اللي هو السنت ونص بتاعت الاتش دي اف. تمام؟ السنت ونص بتاع الاتش دي اف، الهاتش الازرق السمك الخشب الاتش دي اف. اللي فوق الهاتش الازرق ده العلفات الخشب اللي بثبت عليها الالواح الاتش دي اف. تمام؟ دي علقة الخشب اسمها، صح؟ هي دي. هو الصوت مش واضح، يعني بحاول اسمع السؤال بس، فالصوت عندي مش واضح شويه. هي دي علقه الخشب، هي دي علقه الخشب، صح؟ اسمها علقه الخشب؟ مظبوط. الاحمر؟ اوكي. الاحمر علقه الخشب، تمام. اوكي، شكرا يا باشمهندس، شكرا. العفو يا استاذ، اتفضل. باشمهندسه يسرى محمد. السلام عليكم. معايا المهندسه دينا؟ سامعني؟ ايوه سامعين، اتفضل. دلوقتي القطاع العرضي الخشب نفسه هيبقى نفس شكل القطاع الطولي؟ هيبقى نفس الشكل، بس باختلاف بقى المقاس، يعني هتاخديه انا وانت في البلان الفينش، انت عامله عند الدولاب في الهاتش مختلف نوع 120، هو الفينش هنا. قصدك البلاطه دي، يعني الجزء ده يعني؟ لا، انا بس كنت عاملاه كده عشان ابين اوريكم المقاس بتاع اللوح قد ايه، اللي هي 120 في 15 سنتي، بس هو كله بيبقى نفس الشكل. شكرا حضرتك.
بصفتها مارينا أسامة. مساء الخير. بس عندك مارينا أسامة بعد إذنكم. بعد إذنكم بس أنا باخد الاسم بالترتيب بس بعد إذنكم. عندك مارينا أسامة. بس عندك مارينا أسامة. طيب عشان بس الوقت اليوم بس لأن لسه في تطبيق نموذج ثاني. أيوه. بس فضلها عندك. معلش بس وانا ممكن اشوف يعني علشان بس متلخبطه شويه في المرايات يعني القطعين عايز اشوف بس الفرق ما بينهم في 3 دي يعني عايز اشوف بس الحته بتاعت المرايات في 3 دي شويه. اوكي اتفضل انا لسه بعد اذنك وكانت دنيا. بصي هو الجزء هنا اللي هو فيه بيت النور عشان كده عملنا 2 مرايه، المرايه الخارجيه اللي هي بتكون صغيره عشان يبان منها النور اللي بيبقى موجود هنا. دي على الكريدت هم الصوره. ما انا هوريهم لها برضو. اي هو هنا الجزء ده هو للاسف انا في الديزاين يعني ما فيش صوره ليه من الناحيه الثانيه، فهو الجزء ده بيكون فيه مرايه داخليه اللي هي بتكون 9 سم دي، وبيكون بعديها في بيت النور اللي انت بتشوفي النور بتاعه اللي بيكون خارج ده، وبعدين بتكون في مرايه اللي هي الداخليه اللي بتكون واصله لحد الخرسانه فوق. اوكي بس هما دول كده المرايتين. هنا احنا عملنا مرايه واحده اللي هي بتكون واصله لحد الخرسانه علشان هنا مفيش بيت نور، المرايه هي بتكون قافله بقى نهايه الجبسون بورد الفاصل ما بينه وما بين الخشب لحد الخرسانه فوق. تمام شكرا يا باشمهندس. نعم مرحبا. الصوت تمام يا باشمهندس؟ مش علفات الخشب بتتركب بطريقه العاشق والمعشوق، فدلوقتي السمك بتاعها مش هيبقى 6 هيبقى لا بص ما احنا قلنا في طريقتين. بس مهندسه دنيا عملت التصميم قريب من الخرسانه، انا كديزاينر بفضل اعمل التصميم الفرق ما بين الخشب والجبسون بورد 5 سم، فانا كده عامل علفه هعمل فرق المستوى، هنزل الخشب الفينس على سقوط 15 والفرق سقوط ال 15 بعمل القطاعات بتاعت العلفه، بنعمل قطاع علفه طولي الربط ما بين الخرسانه وما بين العلفه الافقي علشان انزل التوت الفرق التوت اللي انا بتكلم فيه. تمام لكن هي بس مهندسه عملت العلفه على طول على خرسان، فده على حسب التصميم بتاعك. يعني في بعض التصميمات بيبقى الفرق من مستوى فرق 10 سم، فرق 8 سم، فرق 12 سم. انا عن نفسي لو انا هعملها فرق 5 سم بدل ما 6 سم اللي هي عاملاها علفه تقريبا 3 في 3 هتبقى مثلا 5 في 5 سوري قطاع 3 في 5 وبعد كده بفتحها على طول بحط قطاع 3 سم يبقى 9 وبعد كده السنت ونص بتاعت الاس بي دي اف سوري الام دي اف يبقى عندي كده السقوط كام؟ السقوط تقريبا السقوط تقريبا 10 سم لو انا عايز اعمل فرق 10 سم. لو انا عايز اعمل فرق 15 يبقى هزود القطاع المتسبب في سقف الخرسانه اللي هي العلفه المربعات وتحتها اللي هي العلفه العرض، في علفه طولي وعلفه عرض. بعدين لو اتمرنت ممكن افتح الويب سايت اللي افتح الويب سايت الصوره اللي احنا كنا فاتحينها من شويه. واضحه كده يا باشمهندس؟ اوكي هي نفس الفكره التركيب الصوره اللي حضراتكم شايفينها بس بنحط قطاع عمودي قطاع عمودي في سقف الخرسانه الاول وتحتها قطاع ثاني بالعكس وبعد ما احط القطاع الثاني ابدا احط بعد كده التركيب الام دي اف بنفس التركيب الارضيات الاس دي اف بنركب واحده وبعد كده بندخل الثانيه في المبحار بتاعت الاس دي اف الام دي اف اللي هو الارضيه الاس دي اف بعد كده اخد اللوح الثالث واللوح الرابع وهكذا وفي الاخر واحده ومثبتها بالمطمار في الجنب وبعد كده يبقى انا كده طب التفصيل بتاعت الخشب اللي هي الاتش دي اف اللي بركبها في الارض. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس مهندس لبيب اتفضل يا مهندس. مساء الخير استاذ. اتفضل يا مهندس. مساء الخير اذا تسمعني؟ تفضل الصوت واضح تمام. استاذ اول شيء بالنسبه للخشب هل هو يكون الخشب هي من نفس ماده الخشب لو يكون يو بي في سي؟ لانه نحن هسه من العراق طريقه التركيب عم ينزل تركيبه اليو بي في سي
يعني انتم حاليا بالمصر انت تجيب هذا الشانل العلفات الافقيه والعموديه زين، طريقه التثبيت الخشب كيف راح تكون؟ راح تكون عن طريق البراغي لو عن طريق مثلا السائل معين، كيف يثبت الخشب على البروفايل الخشبي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه سؤال نوضح بالنسبه الاول بعدين بس نرد على السؤال الاول عشان بس يعني ممكن انت السؤال بس نرد على الاول سؤال بس بعدين نرد على السؤال. بص يا فندم، هو انا عن نفسي لما اعمل تركيبه خشب مع الجبسون بورد ما بفضلش ان انا ادخل علفات خشب مع الجبسون بورد، ممكن اعملها بالقطاعات الاوميجا اللي هي بتاعت الجبسون بورد واثبت عليها تحتها على طول القطاع الخشب على طول، ده الاحسن والافضل. بس في بعض الشركات او بعض العملاء بيفضلوا ان التركيب الخشب، لو انا مثلا عندي شغل الجبسون بورد من قبل كده وهتشغل جبس خشب جاليت خشب جنب الجبسون بورد، يبقى في الحاله دي هستخدم علفات خشب، لان انا مش هجيب قطاع اوميجا من مكان وبعد كده قطاع خشب، يبقى انا كده هدخل بندين الشغلين مره واحده. لكن انا لو هنفذ المشروع من الاول، البند الجبسون بورد الراجل اللي بيركب لي سقف الجبس بيعمل لي العلفات التصميم من المستوى اللي انا عايز السقوط مثلا 10 او السقوط 15، وبعدها على طول اثبت الالواح الاتش دي اف، ودي اسهل واسرع وافضل. ما يفضلش ان انا ادخل بندين في نفس البند في التصميم بتاعي، تمام؟ بحيث ان يبقى انا بنفس التركيب الاتش دي اف في الاخر خالص بعد ما بخلص التصميم بتاعه قدام بنركبها في الاخر، سواء البي بي تي، سواء الالواح البي بي تي او الالواح اللي هي الاتش دي اف زي الارجار، تمام؟ تمام زين. بالنسبه لنهايات الخشب من تقعد على الاف اف ال، مستوى الاف اف ال مثلا احنا في منطقه الليفي واجى المي عليه، كيف راح اقدر احمي حوافي تبع الجروف تبع الخشب؟ مثلا اجى مي او ربت البيت تريد تغسل مثلا منطقه الليفي، فهاي الخشب معرض للرطوبه والتاكل، فكيف راح نحمي الحوافي مع الخشب عن اليم مستوى الاف اف ال من الاسفل؟ الرطوبة في الأرضية حاجة والسقف حاجة، هو كده كده أصلاً السقف ما فيش مشكلة، لأن أوريدي أصلاً أنت عندك مسافة ما بين السجاليد السقوط السقف والقطانة في فرق 10 سم. غير كمان إن الحوائط قبل المحارة بنعمل حاجة اسمها تيلر في الحوائط قبل ما نعمل الدهانات، فالتيلر دي بتمنع الرطوبة بتاعة الحوائط، فالموضوع ده ما فيش مشكلة. هو مشكلة لو أنت عندك الأرضية اللي ممكن تبقى فيها رطوبة، لان بتبقى قريبه من مواتير الصرف سواء الحمامات او المطبخ او مواتير الصرف على الارضيات، فبنعمل بس العزل للرطوبه في الارضيه فقط، اللي هو بنعمل طبق فوم ما بين الارضيه السيراميك او الموزايك، بعد كده بنحط الطبق الفوم، وبعد كده بنحط الطبقه اللي هي الاتش دي اف بتاعت الباركيت والخشب، تمام؟ تمام اوكي. محتاج ان احنا نعمل عازل، تمام؟ معايا استاذه تسمع لي طلب اخير. تفضل استاذ. لو سمحت المحاضرات ممكن تكون مسجله، لانه اغلب المرات من افوت على التسجيل يكون النت ضعيف عندي، فذيك المحاضرات ما حضرتها، فاحاول ارجع اكمل كل التاسكات ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا استاذ العزيز. ايوه باشمهندس. لو سمحت، هو في الجزء بتاع بيت النور اللي عنده حتة السرير، احنا لما جينا ناخد المرايات مثلا الخارجية او كده بدأنا ان احنا ناخد اوفست لقدام، هو انا بتلخبط الصراحة امتى ان انا اسيب فراغ ورا واخد اوفست لورا في منطقة الفراغ اللي انا بسيبها، او ان انا اخد الاوفست لقدام؟ بص، لو انت اول حاجة انت بتعملي مراية ما بين الحيطة والمراية الخارجية، اقل حاجه في البيت النور من 10 سم، لو عايزه تعمليها 15 ما فيش مشكله، دي اول نقطه. انت بترجعي، انت عامله البيت النور هنا على اليمين ولا الشمال؟ البيت النور في الديزاين هنا على الشمال ولا اليمين؟ على الشمال. على الشمال. هتاخدي الاوفست على اليمين، يبقى الاوفست يروح على فين؟ على الشمال. لو البيت النور على اليمين، لو البيت النور في الشمال، يبقى الاوفست تاخديه على الشمال العكس. وصلت؟ انت بتبداي عامله مسافه البيت النور اللي هو 10 او 15، بعد كده بناخد خط، اول خط اللي هي المرايه الخارجيه، بعد كده باشمهندس عملت سمك الجبس 2 سم، فخلت الاوبتيك ايه اوبتيك على الشمال، لان انا برجع لورا مش بطلع لقدام، لان انا عايز احافظ على القيمه الفراغ ما بين الحيطه والمرايه 10 سم. لو خدت اوبتيك لبره ال 10 سم هيبقى كام؟ هيبقى 8. احنا بنرجع لورا مش بنقدم.
تمام؟ تمام، بس كده بقت المراية اللي قدام هي المراية، يعني دايما كنا واخدين الخارجية هي اللي بتبقى صغيرة، واللي قدام الليد مثلا دلوقتي بقت هي اللي جوه، حضرتك فاهمني؟ بس هندسة احنا عندنا اتنين مراية، انت لما تيجي تعملي بيت نور، البيت النور لما هينور العمق ده هيروح فين؟ انت لازم تعملي حاجز ما بين بيت النور بين المراية الخارجية والداخلية عشان الإضاءة تبقى في الحتة دي بس. انت لو ما عملتيش الحاجز التاني اللي عاملاه بس هندسة دنيا في الحتة دي لو مشكلة مش موجودة وحطيت البيت نور هنا، النور هينور ازاي؟ هيبقى منتشر حوالين، هيبقى منتشر فوق الجبل، فلازم تعملي حاجز. الحاجز ده احنا بنعمل عمق البيت النور 10، فهيبقى عندك مراية خارجية اللي هي الارتفاع المراية ممكن تبقى 7 ممكن تبقى 9 ممكن تبقى 8 على حسب السقوط السقف، وبعد كده عمق البيت النور 10 سم، وبعد كده المراية الداخلية اللي بتقفل الإضاءة، إن الإضاءة لما تنور في الحتة دي بس. لو دي مش موجودة الإضاءة دي هتبقى مفتوحة، مش هتديكي قوة الإضاءة اللي أنت عايزاها في الحتة دي بس عشان تيجي على الحيطة اللي هي الديكور اللي ظهر السرير. تمام؟ تمام، شكرا لحضرتك. طيب احنا كده ردينا على كل الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ الجزء الثاني من تطبيق النموذج الخامس مع بشمهندسة دنيا عمرو.